فين هنا الغلطه فين؟ محمد. ايه يا ندى؟ عايزه اقول لك على حاجه. غزل عملت حاجه تانية؟ لا، سلمى اختي وابنها صالح عندنا. صالح يا حبيبي، الدكتور قال لي هتعمل عمليه وان شاء الله هتسمع يا حبيبي. ان شاء الله. انت عارف يا صالح، انا هبيع التلاجة والبوتاجاز واي حاجه اجيب لك حق العمليه، وهعملك العمليه وان شاء الله هتسمع يا حبيبي. كان نفسي تكون سلماني وعارف ان هعملك العمليه، بس ان شاء الله خير يا حبيبي. ربنا يشفيك يا صالح يا ابني يا حبيبي يا رب، وترجع تسمع تاني يا حبيبي. يلا بينا يا حبيبي. تعالى يا حبيبي. هاتي التليفون. طب بصي انا بلعب بيه، انا حابه وانت حابه ماشي؟ لا انا عايزه التليفون. بس خلي بالك يا ابني، ده تليفون اخويا وانا عايزه العب بيه. لا ده تليفون عمي وده اصلا بتاعي. لا ده بتاع اخويا على فكره، انا عايزه العب بيه شويه وانت شويه. انا هقول لماما. يا ماما يا ماما. ايه فيروز في ايه؟ مش عايزه تديني تليفون. انت كده يا غزل، ده تليفون جوزي يا حبيبتي، يعني هي اللي تلعب بيه. بس خلي بالك يا ابني، ده تليفون اخويا وانا كمان قلت لها ان انا بلعب بيه. استني انا حابه وهي بس انت من امتى بتردي عليا؟ خلي بالك ردك عليا بقى كتير قوي، مفيش بنت محترمه بتفضل ترد على حد كده. بصي بقول لك ايه، لو هتفضلي كده تغلسي كتير يا غزل، انا هقول لاخوكي عليكي. انا زهقت على فكره. تعالي يا فيروز. يا فرنسا. ايه جن؟ مالك مغمقاها ليه كده؟ مفيش حاجه يا جن. ما تقولي يا بنت انت لسه هتخبي. خلصي. اجن انا لسه جايه من عند الدكتور وقال لي لازم تمشي على العلاج سنه كمان عشان تخلف، وانا ماشيه على العلاج بقالي 5 سنين وما خلفتش. خلي بالك يا فرنسا، انا زهقت من موضوع الدكاتره دوت. انا نفسي في حته عيل. اعمل ايه؟ صبرت عليك كتير وخايف في الشيطان يضحك عليا واتجوز عليك بصراحه عشان تجيب لي حته العيل. كده كتير قوي 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 بصراحه. في ايه يا ندى؟ مالك؟ بصراحه كده اختك غزل كل شويه تضايق بناتي. مش فاهمه في ايه اللي حصل. طيب كل شويه يتعاركوا على التليفون، يتعاركوا على مش مهنيهم على حاجه. بقول لك انا مش هستحمل كده ياما. انت لما جيت اتجوزتني قلت لي هشيلك في انت وعيالك في عينيا. انا ما شفتش الشيل في عينيا، انتوا بهدلتوني. يا ندى دي طفله. لا مفيش حاجه اسمها طفله. فهميها براحه. محمد انت لما جيت اتجوزتني ما قلتليش اختك هتعيش معانا. طب اعمل ايه؟ طيب امي وابويا عملوا حادثه وماتوا. وانا ذنبي ايه؟ عندك خلانك عمامك وديها عندهم، انا مالي؟ اختي ملاش حد الا انا. ايه بقى محمد؟ محمد بصراحه العيشه دي بقت متعبه قوي. طول اليوم عراك وفاضي ما بينهم وبعيدة عن بعض. تعبت من كتر العراك ده. لو سمحت اتصرف اختك. خلاص هشوف حل حاضر. وانت برضه لو لقيتي حل قوليلي. بقول لك يا محمد، دي مشكلتك لوحدك مش مشكلتي انا. ما تقوليش بقى هتلقى حل وما تلاقيش حل، انت تتصرف. طب سيبيني انا هفكر. هي ليه طنط ندى مرات اخويا محمد بتعملني وحش قوي كده؟ بس هي كانت قبل ما تتجوز اخويا محمد كانت طيبه قوي وبتعملني حلو، لكن دلوقتي بتعملني وحش. وكمان اصلا فيروز مش بتحبني، ليه؟ عملت لهاش حاجه. وكمان انا قلت لفيروز انا حابه وانتي حابه، هي قالت لي انا زهقت منك ولما يجي محمد انا هقول له. انا عملت لها ايه؟ انا ما عملت لهاش حاجه. كده الدكتور قال لي ان حق العمليه 50,000 جنيه. ده انا لو بعت كل عفش البيت مش هجيب حق العمليه. طب اعمل ايه؟ طيب اختي هي اللي هتقف جنبي، هي بتحبني وعارفه انها هتقف جنبي وهتساعدني. اكيد لما اقول لها يعني ان صالح هعمله العمليه وهيرجع يسمع ان شاء الله كده، اكيد هتديني حق العمليه. وان شاء الله ربنا لما يسهلها معايا انا هديها حق العمليه وهتدوم لها على مراحل يعني. ان شاء الله اختي هتقف جنبي. اختي بتحبني انا عارفه وهتقف جنبي ومش هتسيبني. يلا بينا يا صالح، هروح لاختي. اختي هتقف جنبي يا صالح وهعمل لك العمليه. يلا يا صالح يلا. تتجوز يا جن؟ امال ايه يعني تتجوز وتطلقني وتسيبني يا جن؟ انا عملت لك حاجه يا بت؟ انا ما اقدرش اطلقك يا بت، ده انت وش الخيم، انت اللي بتجيب لنا المصالح. يعني عشان الشغل بس يا بت؟ اسكتي خالص. ماشي يا جن. بقول لك ايه؟ نعم. نزلنا نشوف لنا مصلحه كده. يلا.
فلما انت قاعده كده فكك من موضوع الدكاتره دوت. حاضر يا جن اللي انت عايزه. الفرنسا ايه يا غزل؟ بتعملي مشاكل في البيت ليه؟ انا ما عملتش مشاكل. ما تزعلنيش منك يا غزل، مش عايز مشاكل تاني يا اخويا. والله ما عملتش حاجه. انا هقول لك مش عايز اعرف حاجه يا غزل، مش عايز اعرف حاجه. طب حتى اسمعني، انا ما تعمليش مشاكل في البيت تاني عشان ما ازعلش منك. انا ما عملتش مشاكل، هي فيروز اللي غلطانه مش انا. انا مش عايز اعرف حاجه. طب اسمعني طيب يا غزل، ما تزعلنيش منك. انا اختك. اخر مره اسمع ندى تقول لي غزل عملت مشكله. انا ما عملتش حاجه. طب اسمعني يا محمد، حتى محمد اخويا اتغير معايا. هو انا عملت لهم ايه؟ حاضر. فيروز حبيبي الخالطة عاملة ايه؟ الحمد لله يا خالتي. الحمد لله يا حبيبتي. فين ماما؟ ماما جوه. طب ممكن تناديها؟ يا ماما يا ماما. سلمى حبيبتي عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. وحشتيني والله. والله وانتي كمان. ازيك يا سارة؟ ندى بس كنت عايزاكي في موضوع. اكيد طبعا اتفضلي. ماشي. نورتي البيت كله. اتفضلي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. خشي يا روز. لا 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 لا، هذا فرنسا هذا مصلحه. كان في عفش عروسه، عملت نفسي بشيل معاهم وسحبتهم وجاي. يخرب عقلك يا فرنسا. اي خدمه جن. انا بحب دماغي دي. ماشي جن. يا صالح يا صالح يا فيروز يا فيروز. عيب كده يا حبيبتي، ما ينفعش. حاضر يا فيروز. على فكره هو صالح مش بيسمع لكن بيشوف زينا عادي. ماشي. مالك يا ندى، ايه اللي مزعلك كده؟ لا مفيش، اخت جوزي اللي اسمها غزل دي منكده عليا عشتي، مزهقاني في حياتي. اقول لك حاجه، كل ما تلاقي البنات قاعدين في حالهم بيلعبوا حاجه تيجي تاخدها منهم. مش عارفه ايه اللي جابها في حياتي تنكد عليا كده. واحده واحده يا ندى بس. لا بجد زهقت منها، مش قادره اتحملها اكتر من كده. معلش كله عشان خاطر محمد جوزي. يلا مش مهم، المهم انت عامله ايه؟ خير؟ كنت عايزاني في ايه؟ بصراحة يا ندى أنا هتكلم معاكي يعني بكل صراحة. اتكلم. النهاردة كنت عند صالح، بصالح عند الدكتور. وخير؟ ايه قالك ايه؟ قال لي إن صالح لازم يعمل عملية. طب حلو قوي، هتعملها له؟ أيوة، بس العملية دي عاملة 50,000 جنيه. اه طب هتعملي ايه فيهم؟ بصي هو أنا كنت هبيع عفش البيت والبوتاجاز والغسالة كل حاجة في البيت عندي، بس لما فكرت فيها قلت الحاجات دي مش هتجيب 10,000 جنيه. طبعا العملية عاملة 50,000 جنيه، بس لما فكرت فيها يعني قلت هروح لاختي حبيبتي، هي اللي هتقف جنبي. اختي مش هتسيبني يعني في ظروف شبه دي. بس والله يا ندى انت لو عطيتيني ال 50,000 جنيه دي، والله والله العظيم يا ندى انا هرجعهم لك. والله هرجعهم لك كل شهر على مراحل يعني، هسددهم لك. بس انا نفسي اعمل عمليه لصالح. صالح نفسي يسمع، مستقبله راح، ولا بيروح مدرسه ولا حاجه. نفسي الاقيه يسمع شباب بقيه العيال ويلعب، بدل ما كل اصحابه بيتريقوا عليه وبيغلسوا عليه. والله العظيم الموضوع وجع لي قلبي ونفسي يعمل العمليه. طب ايه؟ بس انا ما لقيتش غيرك قدامي. قلت اختي مش هتسيبني اكيد يعني. اكيد يا حبيبتي عمري ما هسيبك. بس انا والله العظيم هرجع لك الفلوس، والله العظيم انا هرجعها لك. خلاص يا ستي. قولي يعني انت اللي هتقف في جنبي وهتديهم لي، انا هرجعهم لك كلهم بس على مراحل. والله العظيم هديهم لك ال 50,000 جنيه اللي هتديهم لي، انا هرجعهم لك تاني. بس تديني فرصه اني ارجعهم لك. والله نفسي اعمل له عمليه. والله انا صعبانه عليا صالح، والله صعبانه عليا. نفسي صالح يسمع ويروح مدرسته، بقيت شبه صحابه كده. 50,000 جنيه. طيب بصي يا حبيبتي، انا جوزي جوه، اديني بس 5 دقايق اقول له. بس قولي له ان سلمى هترجعهم تاني. والله العظيم هرجعهم تاني. انا عارفه. اديني فرصه يعني ارجعهم له على مراحل. والله ماشي. حاضر يا سلمى. ثانيه بقى، هتعمل العمليه يا صالح ان شاء الله. باذن الله هتعمل العمليه وهتسمع وهتروح للمدرسه وهتبقى شبه صحابك يا صالح. محدش هيزعلك تاني يا صالح ابدا، ولا حد هيغلس عليك ابدا يا صالح. يلا بقى انزلي بقى، شوف لنا مصلحه كمان. مالك يا بنت في ايه؟ انت مالك حاسك تايهه كده؟ بصراحه جن، انت من ساعه ما قلت لي ان انت هتتجوز وانا مش شايفه. يا بنت ما انا مش عايزك تشوفي غير المصالح وغير الشغل بس. يا عبيطه. ماشي يا جن. يلا امشي. حاضر. يا فرنسا مالك؟ اتكلمي معايا كويس. فين هنا الغلطة؟ فين؟ محمد. ايه يا ندى؟ عايز اقول لك على حاجة. غزل عملت حاجة تانية؟ لا، سلمى اختي وابنها صالح عندنا بره،
تمام. بس يعني صعبان عليا قوي، يعني عماله تعيط جامد، وصعبان عليها ابنها يعني ان هو مش بيسمع. النهارده كانت عند الدكتور وقال لها العمليه يعني هتتكلف 50,000 جنيه. فيعني معلش، هي بتقول لك ينفع بس تسلفها 50,000 جنيه، بس قالت لي والله والله هتسددهم لك على يعني كام شهر كده. انا ايوه يا محمد، محتاجين نفسها ابنها يسمع ويبقى زي الاطفال كلها. بص يا ندى، انا ولا احب استلف ولا اسلف حد. ازاي يعني يا محمد؟ ايه المشكله يعني لو سلفتها؟ بقول لك هتسددهم لك. بص يا ندى، انت كده هتزعقي مني، والسلف ده هيعمل مشكله بيني وبينك. يا محمد يا محمد، بقول لك خليها تستلف، خليها تستلف من امامها او خلالها. انت مش برد لي الكلام يعني يا محمد؟ والله مش برد لي الكلام ولا حاجه، مش مشكلتها هي، خليها تحلها. وانت اهلك مبسوطين ومعاهم فلوس. ما بيحبوش يسلفوا حد يا محمد. وانا كمان مش بحب اسلف حد. بس انا اختها وانت جوز اختها، يعني المفروض تسلفها 50,000 جنيه. بقول لك هتسددهم لك، مش هتاكلهم عليك يعني. بقول لك ايه، مش هسلفها حاجه. يعني انا دلوقتي اطلع اقول لها ايه؟ اقول لها جوزي مش هسلفك حاجه؟ حرام عليك، اعتبر ابنها الصغير ده زي بناتي بالظبط. هو انا لو بنتي كانت محتاجيني اعمل له عمليه كنت هتقول لي لا ومش هسلفك؟ لا كنت اعملها لها. طب اهو اعتبره شبه عيالي. قولي لها روحي لعمامك او خلان. محمد بقول لك انت كده هتزعليني منك يا ناتا. انا مش بحب اسلف حد. ده اخر كلام عندك؟ وهي تحل مشكلتها. ماشي يا محمد، اللي انت عايزه.